إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السائل يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ بما يطرح في الآونة الأخيرة مما يسمى بالبرمجة العصبية، حيث أنهم يأتون بخوارق مثل المشي على الجمر وغيرها، مع العلم أن من يقوم بذلك أناس ثقات لم يعرف عنهم الاستعانة بالشياطين. يا أخي، الثقات قد ينحرفون. من هو اللي الثقة المأمون اللي ما المعصوم اللي ما ينحرف؟ ما نقول ثقات ولا نقول علماء. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نحن لا نشك في عقيدتنا ولا في ديننا، ولا نسمح لدخول الخرافات ودخول الضلالات بأي اسم سميت، رياضة أو ما رياضة أو برمجة عصبية أو قراءة الكف أو قراءة الكتابة والحروف ومعرفة حال الشخص من كتابته أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الخرافات ومن الضلالات، ولا يلتبس علينا أبداً. نحن على بصيرة من ديننا ولله الحمد ومن عقيدتنا. نعم.